ومن إسطنبول ينضم معنا للحديث عن تمسك الأحزاب السياسية في العراق بالسلطة ورفض إجراء انتخابات مبكرة رغم الفساد المستشري وتظاهرات ثورة تشرين التي تريد إسقاط نظام المحاصصة الطائفية. الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، أهلا ومرحبا بك. بداية أستاذ نظير، مصادر سياسية وبرلمانية تستبعد إجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2022، مما تتخوف هذه الأحزاب السياسية في حال إجراء انتخابات مبكرة وهو مطلب جماهيري بات لزاما المضي إليه؟ الله حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة يعني هذا الأمر ليس مثار استغراب للمراقبين للشأن العراقي، كون أن هذه الأحزاب هي بالأساس فعلت كل شيء من أجل أن تصل إلى هذه الصيغة من المحاصصة داخل السلطة، وبالتالي فهي تريد أن تأخذ فرصتها كاملة لمدة 4 سنوات قبل أن تدخل في انتخابات جديدة. والمستغرب أحيانا تجد أن من أكثر الأحزاب التي هي مستفيدة من هذه المحاصصة في هذه الحكومة أو التي سبقتها تجدها هو أكثر من يطالب بانتخابات مبكرة، وأقصد في قولي هذا حزب الدعوة. تجد الآن حزب الدعوة من أكثر الأحزاب التي تطالب بإجراء الانتخابات المبكرة، وهو يعني يندرج في محاولة خداع الجماهير والالتفاف على مطالبها التي خرجت طيلة عدة أشهر للمطالبة بانتخابات مبكرة. ولكن تجد أن هذه الأحزاب وهذه الحكومة تحاول تسويف الأمر بحجج واهية للخروج من هذا الاستحقاق الذي طالبت فيه الجماهير العراقية. عندما يتحدث نائب أن الحكومة في العراق لا تسيطر إلا على 10% من السلطة في البلاد، بينما تسيطر قيادات الأحزاب على 90% المتبقية، ما الذي يمنع الكاظمي إذن من المحاولة واستغلال الحاجة لانتخابات مبكرة والإطاحة بنفوذ تلك الأحزاب والميليشيات في العراق؟ أخي الكريم، يعني هذا الكلام هذا النائب هو أيضا لم يأتي بجديد، فهذه الحقيقة يعرفها جميع العراقيين. لكن ما المستغرب أن يعني الكاظمي جاء إلى هذه الحكومة وهو يوعد الجماهير بأنه سيضرب بيد من حديد على هذه الأحزاب وسيضرب الفساد، وقام بأعمال لحد الآن لم نرى ثمارها ولم يلمس المواطن العراقي ثمرة هذا يعني هذا التوجه. وبالتالي هناك شكوك كبيرة بأن الكاظمي هو لا يختلف كثيرا عن سابقيه من رؤساء الوزراء، بل ربما هو يكون ثمرة لهذه الأحزاب جيء به لامتصاص النقمة الشعبية وللتدليس على الجماهير العراقية بأنه هذا هو ممثل عن الجماهير التي خرجت إلى الشوارع. لذلك يعني أنا لا أعتقد أن هناك إرادة حقيقية لحكومة الكاظمي بضرب الفساد أو أنه لديهم نية لإقامة انتخابات مبكرة للخلاص من هذه الأحزاب المتهمة بالفساد والمتهمة بالمحاصصة سواء كان منها الطائفية أو الحزبية. نعم، الأحزاب السياسية طرحت مبدأ الدائرة الانتخابية المتوسطة وتعديل قانون الانتخابات. بقاء هذا النظام السياسي إلى أين سيقود العراق، ولماذا تقف الأمم المتحدة وبعثتها موقف المتفرج حتى اللحظة؟ أخي الكريم، يعني الأمم المتحدة حقيقة من بداية دورها بعد الاحتلال 2003 ولحد الآن يعني لم نلمس هناك دور جدي لها في حل المشاكل العراقية، وآخرها التصريح الذي قامت به جينين بلاسكارت وتقول أن هناك صعوبة لإقامة مثل هذه الانتخابات المبكرة. والآن الأحزاب تناقش موضوع الدوائر الانتخابية واعتراض الأقليات عليها، يعني هذا النظام يعني فرخ مشاكل هي موضوع الأقليات، موضوع الأحزاب، موضوع القوميات والإثنيات، بحيث يجعل من المستحيل إقامة انتخابات تمثل يعني استحقاق الشعب العراقي. لذلك يعني تجد أن هذه المشاكل غير منتهية، وتحاول الأحزاب
قولبت قانون الانتخابات بما يخدم قضاياها وبما يخدم الكتل التي هي الآن مسيطرة حاليا على الحكم في العراق. خامنئي يقول لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحشد الشعبي نعمة يجب الحفاظ عليها وطرد الأمريكيين واجب. كيف ساهم الدور الإيراني في شل الحياة السياسية بالعراق والتأثير على دوره العربي والإقليمي؟ الحقيقة تصريحات خامنئي خلال زيارة الكاظمي لطهران كانت يعني انا اراها تتسم بال يعني بالكذب الكبير. انا اليوم كتبت تغريدة في هذا الشأن، يعني الكذب الإيراني او كذب خامنئي ليس له حدود. هو يخاطب الكاظمي ويقول ليس لدينا نية بالتدخل، لم تكن لنا نية ولن تكون لنا نية بالتدخل بالشأن العراقي. وهو بذلك يكذب كذبا صريحا بشكل سافر، والجميع يعلم أن مدى التدخل الإيراني سواء بالعملية السياسية أو حتى في كل مفاصل الحياة في العراق هو واضح لكل عيان، واضح لكل إنسان، وهي المسؤولة عن معظم الخراب الذي يحدث في البلد. هذه التبعية التي تقوم بها الأحزاب والعملية السياسية المرتهنة إلى إيران هي السبب في الوضع الحالي. وتجد أن الدور الإيراني لا يدخر جهدا في صب الزيت على النيران التي مشتعلة في هذا البلد. يعني ليس من صالح إيران أو من صالح خامنئي أن يستقر هذا البلد ويعم فيه السلام. أمام هذا الانغلاق ومع استمرار تظاهرات ثورة تشرين وتمسك المتظاهرين بمطالبهم، إلى أي مدى ترون أن تكون أو ترون أن هذه المطالب هي خارطة الطريق للعراق للخروج من هذا الانسداد والفشل المؤسساتي والخدمات وإنهاء الفساد في هذا البلد؟ يعني الحقيقة أنا أرى المطالب التي خرج فيها المتظاهرون هي خارجة عن أو فوق الطائفية، وهي فوق المحاصصة الحزبية، بل أن المطالب يعني أعلنت بأنها لا تريد كل هذه الأحزاب ولا تريد كل هذا النظام السياسي الذي يحكم بالبلد كونه هو المسؤول المباشر عن هذه المهالك التي يعيشها العراق. والشيء الآخر أن هذه الجماهير طالبت بانتخابات مبكرة شرط أن لا يتدخل فيها أو لا يشارك فيها حزبا من هذه الأحزاب الموجودة بالسلطة، وإلا يعني أي انتخابات ممكن أن تحدث وهذه الأحزاب تشارك فيها فنحن لم نقدم شيء جديد. سيعيدون تكرار نفس الوجوه أو إعادة يعني إعادة هذه الوجوه مرة ثانية للحكم، وبالتالي لم نفعل شيء. المطالب التي يطالب بها هو تغيير جذري للعملية السياسية، ولكن يعني كما تعلم أخي الكريم أن هذه الجماهير التي خرجت بتظاهرات سلمية أرى أنه من الصعب أن تصل إلى أهدافها دون مساندة. هذه المساندة ربما تكون خارجية وربما تكون مساندة داخلية من الأحرار العراقيين، من يعني الشرفاء سواء كانوا في قوى الأمن أو الأجهزة الحكومية. وإلا هذا التظاهرات سوف يستمر فيها القتل ويستمر فيها انتهاك حقوق الإنسان وربما لا تفضي شيء، لكن يبقى الثبات على هذه المبادئ التي رفعوها والثبات على الطريق الذين مضوا فيه. وما هذا الهدوء الذي يحدث الآن ربما هو يعني عارض بسبب انتشار وباء كورونا الذي لا تفعل إزاءه الحكومة شيء، ولكن هذه جمرة التظاهر والشيء الموجود في قلوب المتظاهرين ربما سيخرج قريبا مرة ثانية ويرفع هذه المطالب، بل ولربما يرفع سقف هذه المطالب إلى أكثر مما رفعوه سابقا. نعم، كنت معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك.